متابع شايف كويس. اه شايف. انا عايز اقول لك، عارفه الكيت كات طبعا. في التحدي مش كده، في مشهد حقيقي عمله سيد مكاوي، انه في الحسين لقوه سايق العربيه المرسيدس، هو اللي سايق وداخل كل الشيخ سيد فتح الشيخ سيد شايفنا سائق العربيه، يعني تفوق بمراحل على الشيخ حسني اللي كان مجرد خيال انه بيسوق فيسبا. لا، سائق عربيه سائق مرسيدس، العربية ازاي يا أميرة؟ ساقها سائق العربية كان عنده ساقها. صديق اسمه رفعت السعودي انا الله قابلت يرحمه. رفع الراجل ده، هو اللي حكى لي. يعني قال له أنا عايز أسوق العربية، فقال له طب اتفضل. طب ما خبطش حد مع ساق. لا هو اللي، يعني أنا حكيت حكايتي كتير إن هو اللي علمني سواقة كمان. هو اللي علمك السواقة؟ أنا فاكرة أنت حكيتيها لنا عندنا، هو اللي علمك كان عنده السواقة. قدرة يمشي في الشارع مثلا ويعاتبك وانتي بتسوقي، لو ما كانش المفروض تنقلي دلوقتي كان المفروض تستني شوية، هو يعني في سامع سنس، صوت العربية. في سنس، ويحط طلع ايده بره الشباك ويقول لك احنا سايقين على سرعة كذا من الهواء ساق في ايده. ساق. بصي، يعني هو ولما بيعمل اي يشوفك حاجة. ولو شافك مثلا يقول لك انت تخنت شويه، انت يعني صح. من اول ازيك يا استاذ سيد، انت تخنت ليه يا طارق؟ لا يا شيخ. وابقى انا تخنت فعلا. طب منين لا بيجي انا عايزه اقول لك على حاجه غريبه جدا. انا طول فتره الجامعه ما فيش مره نزلت من البيت من غير ما هو يوافق على انا لابساه، يعني ادخل له فيحط ايده على هدومي كده وبعدين يقول لي حلوين دول او مش لايقين على بعض، وبيبقوا مش لايقين على بعض، لا انا شرحت انا لابسه ايه ولا اي حاجه. لكن هو كان عنده، ربما يكون لما حد بيفقد حاسه من الحواس، الحواس الاخرى بيحصل لها يعني ابجريد، فهو كان عنده احساس مخيف يشككك احيانا انه شايفك، ف انت بتلعب دور تاني بيعمل حاجات كتير صح، بقى. يعني ما انا ممكن قلت لك بالصوابع قبل كده، يرى اللون يعني انا في قلت لك بيصلح حاجات في ترافق البيت، الحواس. هيعمل شاي لنفسه وبيمشي في البيت ويهزر ويلبس هدومه ويغير، يعني ما عندوش ازمه. يعني ربما يكون الشيء الوحيد اللي بيخليكي، مش ان هو بيستفيد من وجود مبصرين حواليه، هم المبصرين اللي بيستفيدوا من وجوده هو، الله. لانه بيصبحوا اكثر انسانيه، اكثر لطفا، اكثر تعاطفا. يعني هو اللي بيخلي، هو اللي خلى الظرف ده خلانا احنا كبشر كبني ادمين افضل.